هذا التطبيق هذا كيمكنك باش تربح 15 دولار بكل سهولة. رابط التطبيق غادي توجدوه في الوصف في الديسكريبشن من بعد ما توطوا على اللين تاع التطبيق اللي درناه لكم في الوصف. غادي يوجهكم للصفحة من صفحات بلاي ستور باش تحملوا التطبيق. من بعد حملوا التطبيق غادي تعطيكم الواجهة كيما هكا، غادي يعطيكم تسجيل بفيسبوك او جوجل. من الافضل تسجلوا بجوجل باش تستعملوا الارباح نتاعكم. من بعد ما تسجلوا بجوجل غادي يعطيكم 500 كوا كبداية. من بعد يفتح لكم التطبيق وكيعطيكم انفو كتجمعوا 5 نتاع المجوهرات، اي 5 نتاع الالعاب كتلعبوهم مي كامله شتا دقيقه كيعطيكم 1 دولار، 10 دراهم يعني. كما كتشوفوا الالعاب بسيطه، حنا كنختاروا هذه اللعبه هذه نتاع الباسكت. نيكست نيكست، من بعد كيبقى يوريك كيفاش تلعبها. نيكست بلاي وايت، وكدير ستارت. كي دير ستارت كتبدي تلعب، كتحاول تجيبها في السله، وكل مرة جبتها في السلة كيزيدوك النقاط. يعني كي كتربح راك كتربح يا دولار يا جوهرة يا جوج جواهر، وكي كتجمع دوك الجواهر اللي عطاوك كتربح 1 دولار اللي هي 10 دراهم. المهم حنا حاولنا نسرع المقطع وحاولنا نعطيكم اكبر قدر من المعلومات على التطبيق. وكما كنشوفوا هذه اللعبة الثانية هذه اللي كتلعبها، شحال ما لعبت اللعب وشحال ما يعني جبت النقاط مزيانين وربحت فيهم كيزيدوك دوك الجواهر. كما كتشوفوا حنا لعبنا هاد الالعاب هادو، لعبنا لواحد المده، وكما تشوفوا الارباح نتاعنا راه الفوق على اليمين 2.55 دولار. التطبيق سهل ويستحق التجربه. وما تنساوش رابط التطبيق غادي توجدوه في الوصف، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش نزيدو نقدم لكم المزيد والمزيد من التطبيقات المربحه. والسلام عليكم ورحمه الله.